وفي بلد أيضا أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم البلداوي والنائب الفني للمحافظ صلاح الدين المهندس مفيد منعم البلداوي شمول مناطق جديدة ضمن القضاء بالخدمات، وأكد أن الزيارات الميدانية مستمرة بهدف تشخيص مكامن الخلل والعمل على معالجتها لتسريع الأعمال وإنجازها ضمن توقيتات طارئة حددها مجلس المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي بعموم أحياء بلد ولجميع المشاريع. حسب توجيهات السيد محمد صلاح الدين الأستاذ بدر محمد فحل، أن تكون هناك جولات ميدانية لكل مشاريع المستمرة والمتذكرة المتوقفة من أجل حث الشركات المنفذة المشاريع. اليوم كان برفقة السيد النائب الأستاذ محمد كريم البلداوي لمتابعة بعض المشاريع الموجودة في صلاح الدين. اليوم تم زيارة مشروع في منطقة حربة مقاطعة 9 جمهورية حربة ضمن خطة دعم الاستقرار وبرفقة الشركة المنفذة. طبعا كانت هناك مطالب من قبل المزارعين والفلاحين على إكساء تبييض هذا الشارع بمسافة تقريبا 2 كيلومتر، وكذلك أخذنا جولة ميدانية في داخل قضاء بلد وفي قضاء الدجيل وبعض أطراف قضاء بلد الدجيل من أجل تشخيص وحتى الشركات من أجل إنجاز أكثر رفع المستوى الخدمي لهذه الشريحة جنوب صلاح الدين خاصة قضاء بلد الدجيل وهناك في منطقة يثرب وكذلك في الحاتمية والسعود وكذلك عزيز بلد مرواشد وهناك طبعا نهضة عمرانية في محافظة صلاح الدين. هذا يدل على حرص الحكومة المحلية ودعم مجلس محافظة صلاح الدين لإنجاز المشاريع وخاصة فيما خص تم إطلاق قانون صندوق العمار ودعم الاستقرار والخطة الاستثمارية. فإن شاء الله احنا نتأمل خيرا خلال برنامج الحكومي لسيد محافظ صلاح الدين يكون هناك 100 يوم سوف تطرح على مجلس محافظ صلاح الدين من أجل إعطاء الصورة وضعها أهم المشاريع التي أنجزت خلال الفترة الماضية.